صورت موبيلتي وثنيت عيطوا لي. جاني واحد خونا فرحان هو يقول لي واو الطوموبيل راه عجباتني ولكن شويه مغلوقه هذيك في التصويره ياك ما بدلتيها. ما فهمتوش. داز شويه الوقت خالتي كتصوني عليا خاصها طوموبيل الو وقلباتها كامله وانا نقول لها صافي عجباتك وهي تقول لي عجباتني هذيك غندير ليها وخالتي وبغات تسطيني. جاوبت على اخر ابل جي في لانونس عجبتني لا فواتور واخا نشوفها. تلاقيت السيده شافت لا فواتور وهي تقول لي بيبليها في ستوري بارطاجيتها في ستوري وما لايكاوهاش يا صحاباتي سي بون بلاش ميرسي. مع إيزي روبريز ديال هيونداي بدل طوموبيلتك القديمة في أقل من ساعة. موعدنا في أقرب شوروم هيونداي. المستشار ديالنا غادي يقدم لك أفضل عرض باش تبدل طوموبيلتك بهيونداي اللي كنتي كتحلم بها. إيوا خد لك موعد من دابا.